أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله إله ما دي سؤال دان مركلا وذوك صلى الله بني أنقو وناك إسفارين حمد إسكريم إله سبحانه وتعالى كبري دمان تيب إلهنا ونقرد كوكو انتفاع وحلو الشيء غيب وحنسعو تسلسلة أنك أقهد لين حلقة أمانة وعنصو شاقنا أمانة معنى هذي أنه كبر لارين يهي أن ألاب لغو أمانة يستكالية سيدي دادك بطن ويقانان بل مجالات فربضاً أيسو قليسة أمانة وعن كسو هذا اللي مجال أمانة دين تان لحبارو وعباداتك ودين تان إلى مانان لغوتها ولدون إلى إلاليو أركان تاذي شروط هذي طهارة هذي وحن إلى إلاليو وعن كسو هذا اللي نسيد وكالو عن كسو هذا اللي الجوارح حبناها نقويال أو إشا إندها ودقها وقعمها أمانة نقويهين أيقنا ولدون إلى إلاليو إن ما أنتوا حن كهذلنا إن أمانة إن كتعلق ذا المسؤولية والقيادة هجانك إيو عد كستو دوني سنة مسؤول لقته مسؤولية ده سوقه رئيسه إن مسؤولية أمطلو قبته ها تو تي رجلك لو قبناي ها تو تي أمطلو قبناي قيابه كلا كسب بلا مذحوين برلمان وزير أقاسيمي واح واحدا نن كست معلن دوكسي معلن إسكول وحاسو لان مسؤولية داد قادهو قاميسو وادونا قطاع اما حتى هاي اذهان ومداني قال اللي هاي شيب سوسايتي وحاسو لانبا وحال الدونية امان ان يتهاي مارك مسؤولية دي داك هاد قيادة دا يتهاي ساس دراد ايضا هارك يسا مارك هوري وحانسو شاقني امان اذا ان يتهاي صفات كي مؤمنين ان يتهاي بل صفات كي انبيي ذا ان يتهان كسو هادان لي وأنبي كست رسول كست بس صدروا لها إني أمين عن أهي إن أمة ديسة والنبي عليه الصلاة والسلام أمانه كعان كنا قضي إن أنت أبو أن لوصل لي بالرسالة وحيرة هان إن سدح إن وحلقها يا ميمون ابن مهران أوحور ثلاثة دين أوحور إلى البر والفاجر سدح أوحور قفك أكو أمانة ذا كم التهاي أوحور إنك فاجر كأيكم برك إن لو جدال ربح قوضة نكستو oo waxa ku aamino waxa la doonayaa ama ha u fiirinin inaa ninkina qayantid maaha ama ha ahaado faajira aad ama ha ahaado nin ilaahay ka baqayo markasta qayaanada caam ayo taawl dalika waxa la yiraahdaa saddexdaas oo qof kasta loo gudanayo oo birki faajirka loo gudanayo waxa koob ka ah amaanada iyo axdiga iyo silatu rahim balan aqaaday ama gaalka qaad ama nin xun ka qaad ama nin wanaagsan ka qaad ina fulisid wey qaraabadana إنا حريص وحتى هذه أباها وإذا قال إيه إنا حريص رسائل الدنيا أما ردنا تعصي لم يتحساسوه ولذلك المحملها إلى يدد وإله سبحانه وتعالى وكبح كره ونبي عليه الصلاة والسلام وعنوش هاي ومضان إن رق أي كر وقاضي وحكم إذا أبو عبيد بن الجراح والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لكل أمة أمينا أمة كسوح الله أمين لك وحيري وأمين وأنه أمين أمتنا أمد محمد نحو أبو عبيدة إنه يري إن أمانة ذا أو مركة أو مسؤولية ذا ويكبر لارنتها مركز تأسيس بلارته أمانة ذا ذاتك مسؤول كقاضي يهجانك أو هيسد أمانة ذا بالله بنيسا ساس درادة حديثك أبي ذر رضي الله عنه أي حولي قلت وحنكو يا رسول الله رسولك قال له ألا تستعملني وعير شق جقي يديب نبيه جقي ورصد أبي ذر أقول له هوش وحن يديب مركو يري أي نبي عليه الصلاة والسلام هل كاسو حولي هاي فضرب بيده من قربك قرعوا النبي عليه الصلاة والسلام وكيري أسوءنا حريصنا يا أبا ذر أبا ذر إنك ضعيف نين ضعيفاته مقاذي كرت أمانة وذلك وأن الأمانة عدك استمقاذي كرت أمانة مسؤولية قفك سلوم دي بكره وقفك إنه هذا قف موقف له ورجولنا لكن منين ما أنت رموت كنترول قفك له هوسك كذلك هو قامليس ولا هبل أو وطي هبل له هبل أو أسوء يري أمانة محمر كره مرك مقع كويال نن مسؤولة أمانة محملة كرقفك ومسؤولية دستاسية توس وقول عيسى ووجي النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راعي ويري هبل أنا تلديس أن يلي جري أما أصلا وحور وفلو جري لقامي يلايو أما هبلك حتى أنا قصو مالي أنت بدن وحا رموتك أهانينك مسؤول لك دي غاب قبيل كيسا رموتك أه أي قاعد هاي أنت وليب هبل سوء دويسو هبل كيال نكاسم بحا ورون إنه مضحنا قنبا محال لعي أمانة محملة كرق
ولذلك أبي ذر وحور إنك ضعيفة وتوجري معي لقيادة وحبها أنت قصائص لهذا نك هو جانك قمنا هاي قصائص تيس وحكم إذا إنه قوي هاي قوي أمين إنه يها لا بد سفه ومهم وأن صوش شجرة إن حتى طالوت وأنا وأنك شكين ده نمر كل يجري مع حكم ملك اللي جودي به وركس وحكم يجري أمانة وإنها أمانة ساس ويرمر إنك ضعيف وإنها أمانة والحين لا يها وردتك الشرح حيو أما دتك هو جان قبطان رمالو حدات هو جان أما دولد شيء قدالها كار ريحلو إذا وحارت أصمي والأمانة المقادة كرتت هذا بعض الشرح أمانة ومسؤولي إلهي سبحانه وتعالى وكويدنا يوا هذا بعض الشرح نك إن ربو إنه ماشي مقع كويالكو هذا أو أصدق وحضن اللهي وحصمي اللهي وحل ليه والأمانة المقادة كرتت وعد الوش نجيسو حاب الشرحين وهدقين ماشي على سكوتين معايا الأبي ذر إنك وحوي عليه الصلاة والسلام إنك ضعيف وإنها أمانة وحوي أبا ذر أتاه مركز وحوي وحوي وإنها يوم القيامة غزي وندامة هجانك أقامني سيد ولذلك ضع وحيس مي حتى مركي ما تحت نمذ لقصته نين وحولي هاي نين وزير داس مجاو نين وحولي أجاسم يقعدك ورنيك هذو ضعيف يا هاي أجاسم هكذين معايا لي ونيك أسبه لك رديسة إنها غزي وحوي وش و وحوير وقرن يو بل سو حوير وندام يو وشلاي يو إلا من أقا من أقاها بحقها قفك هدو أنا له ودي كرين وقائن كيسة وعبسي ولهين لكن أنا قد دتك وقوه قائن كنوقب تربان دبا هبلا وضت دول هبلا وضت على اللي محد عي مرك أمانة ما محملي كرتيه دول قوتها إسكتاف قبرين أما حلي قبيل هبلا أوت وحلي ور أمانة قبن إنها أمانة وحول إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها نينك قد ذكره ولذلك كفاءة العلم كلية أن قفك إنه دكريها أو دكتوريها أمانة كلية لو مدي بكره أمانة وحول باهنتها مواقف يكسبيرنس يقبره أي باهنتها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مركي أبو بكر حديثك يزيد ابن أبي سفيان وعليه قال لي أبو بكر صديق حين بعثني إلى الشام أبو بكر وحر إنه أمير ومقعاب الشام أسا خليفة المؤمنين وحر بأنه ومقعاب قبل كشام الله إنه أمير كقدر وربا وحكور يا يزيد وحور يوري يزيده وحور إن لك قرابة ماشى قرابة كل هذا ريرك هاي قد دقن مركي أنك وحنها اللي وريرك مشكلة إنها يسوحي واي نينك السوهقان نوقبت ريركيسة قد إلاي محانا ريركيسة هوستك السوهق لاي أساق وردي سيكسو بلا وردي هيسة ريركيسة واي marka fiirisid marko oo safiir meel u magacaabanay oo dowladaha iyo nin reerkiisoo ka dhiga wax leeyahay nin reerkiis maxaa dhacay walaalika waxna dhumi reerka waana mushkilad taas weey amaanada marka xamili kara qofka war adiga lagu nasteexay inaad u leey amaanada xamili kartid inta dadka ku xulaysay reer iyo akala soo reerkaaga iyo laftaada iyo jifidaada soo dhaweysanaysaa hatta reerka inaad kala soo dhaweysatid ayaan joognaa anaga saas daradeed wuxuu leeyahay yasiidu qaraabo ku leedahay asayta antu athirum bil imaar waxa laga yaaba إني كرات كوجس ما يس قرابة هذا ومدينة وشام جوكتا وذلك أكثر ما أقاف عليك ويل سبحان الله أبو بكر أيان نكا صحابي جاء وأن يزيد عن ليه أو أمير كان يجاي وحليه ركع أنا كان حليه قبل كاستنيك ريركي سلام جعاب أتعجنها ركع تأثير كوجس ما ينكران ركع بدلي كران وراديك ركع ما قلت كل جلاي بري هذي كوجس صعبين أيان جاينا أم جعاب صفيرك وركت ركع قيامه والقرصنة حلي مسؤولة الجودي بعد عدالة مفرش دتك عدالة مفرش ولذلك أبو بكر يزيد تاسن كقولنا ما كاسو حكوجري ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حكوجري نبي حديثه يسوع حسوسي مرك ونبي حكوجري من ولي من أمر المسلمين شيئا ننكي أمر كمسلمين تم مدح له قدقه أما أجاسمه له قدقه أما وزيره له قدقه أما بارلمان له ديبه ولا ما أنا وي أما أنا ذاس إلى الكل هذا يسابري والقوي دين يابري ليك با دذا دمانايو دذا اللي دليا وحاس أكو صوب بحيو هل كيت تجيسا وحود نبي عليه سنين كأمر كمسلمين تا أما كوحة هذا وقامي كوحة هذا أما هذا جوبرنو قبلها هذا أما كومير الدقمة هذا أما بارمان هذا أما وزير هذا أما مدحوين هذا أما رئيس وزير هذا وحرب هذا نك مسلمين تا هوش هذا لودي بوجري والنبي عليه السلام فأمر عليهم أحدا محاباة وكاس وما وقف جعل وقب هبل قراب النميو نين كان صاحبان هن أمك عابو وعليه فعليه لعنة الله بالله عليكم وردتك قراب جاكد اسكو أمك عاباي وردها نين كان عنيك أسلسو شقي جرني ماي وحاس كلا إيمان يوروب أس كلا إيمان صاحبة أها جرني أدونك صاحبة يوم يفر من أخيه إيمان يسو
نيك ولالك أكا أردى إسكال أفو ولا وحا ولذلك مسؤولية قيادة ذو أن تتاس أفهمان ورنيك قبك رين أطر تماماها وأنا أحنكف أن رير هبلا وزير له رير هبلا كان له ورنيك أمك عاب الجاقو نبع عنك أمرك مسلمين تلو ديو أمر مسلمين تلان لا ده حتى أمت صومالي دولتنا وال لا ده أمت أنا قد أنا أيا ودن كان له نينكار أوله ملا نينك لو ديو ويري أو ديو ملاح أو ديقو أما جاقو أمك عابو قف أو جعل أو قبو أما قرابها آتو أما آتو لالوش وكقاتها آتو أو قدي بو نبع عليه الصلاة والسلام ويرفع عليه لعنة الله لعنة إلهي قتال لا يقبل منه لا يقبل منه صرفا ولا عذا وحلق عبولا ما حتى يدخل جهنم حتى صلاة الإسلام أقبله ولا سون كيس الأقبلين محن أي مسلمين أمرنا ودحي ونين قرابة قرابة ديس أمك عابي بس قرابة ما هني صاحب كيس أمك عابي هاي الأمر كشوروي وما تدو حال رأينا بنك تأترى وأنا جماعي قرابة مركي كوي ما أترى والله أنا من قيامها ما يدفع كرتي ماي ماشي عندك ما إيه كان ماي قل الله المالك والملك تؤتي الملك وإن شاء إله إيديبي وحن موهشان تكليف الله ساري والأمانة أيال اللي هي أنا أمانة إذا ما كان بيحك هرديك المو ولا لو استقالة بيحن عدى أسعزلاني أمانة إذا محمل كرو لكن أنا أقول حاسكو برصانينا أسكو رعديسانينا جاكبت كوين يا قبن دونو قبيلك يا قبن هايو قبيلك مركو بهولو كهرديا تاسا وحول للنبي عليه الصلاة والسلام ولذلك حديثك كلا أبي هريرة الأرق نبي عليه الصلاة والسلام وحكت المامي وحيري جاء رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة علامة ساعة قيامة ذا كميته كتير النبي عليه الصلاة والسلام وحيري قيامها قرمي دعيسا مركز النبي وحيري إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة هذه بأمانة لا ضيعه هذا أنا قصوا الله حسكوا وافقصنا هاي ما أنت أن ذا كلا تغير صنع نكاس أسقنا بلنقاد وسميوها ولا أمانة نك أنا شعبك وأنا أصو نقد وناي نك وأنا أنا ذا بحكوس عتادتك الشرحي وردتك المسؤول إني أقول نقضان أمد الربان دتك الربان إني حاكم إني نقضان دتك الربان إني قاضي إني نقضان وردتك الربان إني وزير نقضان دتك الربان إني معلم دكس إني نقضان معلم إسكول إني نقضان نينك هجامي إنه نقض الربا اسمعوا رئيس النبي عليه الصلاة والسلام حولي نعم ولذلك حديثك لوح كل النبي عليه الصلاة والسلام ما من راع مجر قفل الراعي أو يسرع يسرعيه الله رعية إلهي دت أو رعاية ودي ويردت كان إلهي إلهي أصلا إلهي أمك عاوي جاكدي أو بحي قبيل نكوم قبكر دولد نكوم سيكر تجاكو ننك إلهي ودي بنور جاكدا أنسينو أو حور يموت يوم يموت ما نكو لمنا كل انت وهو غاش لها أصلا قشكو أكو أبوري ودتك كالا سفيناي وكان سوء دوي سناي أذي موادنا تهي أذي معارضة تهي أذي وحنكونا عكا هودي سيسك رعاية أساس دتك كل إرياي وحول النبي عليه الصلاة والسلام والعبد راع في مال سيده حديثك وعن ليه وعجري إلا حرم الله عليه رائحة الجنة إلهي حور الجنة حتى عرفت إذنه قال إسكلافه حتى ما عرفنا يوري ننك إلهي أقول لي بمامل وقف مامل حتى قولت كموري تدمامل كهي مامل اللي أقول لي ما أنتنا وحيم مام أمضوا العق وسوقاذا مساكين قريس وقيسنا أساء أسكاك تفرفاي وعجري ننكاس وسو قشعة ووحي لو سو لي بكلا قشعي وحكرا دعايو نيكي لو دي وحو النبي عليه الصلاة والسلام مالنك حساس كل انت أسوه قش هاس كجرة وحو الإلهي إنو جنة جيسك الآفر راح حديث ماركايو حديث كاسنا صحيحين كوكسو أروري إمام مسلم أي كوكسو أروري وحان كوكسو قتم إياه نيكي أنا مضحك لقينا وأنا خادم من الهوى خادم ومدو أشقيا أنا لكن من نقان قادم أنا أقول حمد الله مرة دي لما قعبوا بامور مذوب كوريا لما أركايو حفيز كيس ملقلي كارو وارديال وقرابة دي سو سامي سنة كواسرين عذي كتاقن هلو حال هذا قبيل ما لجوجي هذا قبيل كبالله ما مجر هذا نين مسؤول وقرابة دي سي وارديين ما جرتو مركي إلهي نفط هذا ساسا أول عبستي والقيامة أنا عبسو قيامها كعبسو هدي كلي دادا قرابة دي واردي كاليقوم حالا ديلاينا لذو عبسانيسا والعذاب قيامها كدار هلو نمرك محالا كوان كو إلا لنا أشرعي ستي oo ina adeer la ah oo aad hatta ma qaraabas qabiil hatta ma wa laftu adigu jifu kugu soo geysa ku ilaalinay haddana waxa leedahay watanka wadaniin oo qabiil lama rabo hadaa qabiilka bilaabe wardiyasha hada fiiri meesha kasoo bilaabta fiiri marka beeri isku sheegay Soomaalida aanan been isku sheegna waa isku saabina waxaan waa diin amaano iyo masuuliyad taas uu ku sheegay wuxuu jiray Abu Muslim Qawlani aya Muawiyah ibn Sufyan sahabiga jaliilka oo marka jaamaasto ayuu u galay markuu salaamay wuxuu ku yiri assalaamu alayka ayyuha al-ajir نينك نو شقايو السلام عليكم نينك شقالها كو شقيا اجيرك الله نينك ودي اجير اجرده اسيسيد او ام او او كو شقالها مركاس و هو كو يري مركاس ددك حاشيدي سي هذا نيم مدخينه دا او غشيد نيو قادم يوم ديكرتا قادم كنو امد و شقيا مدي كرتا
وكل يحور ما يفقامة رئيس سعادة الملك سعادة السفير سعادة وعصر ربا سعادة وزير خادمتها ورموضة أشقي سبحان أمانة والقولي بتوي ذاتك وحكى فلعي بذاتها أمانة هذيك اللي نفط هذا بحر قريم كليل ولذلك مركو يري ورنيو نيك إنه خادمك أهايو مركو يري ذاتك أسكرتي إيو وزيري ذاتك أشفر إيو أمير مؤمنين ما ساس ليس قل أمير مؤمنين ما ده هاي أجيرة توانا أشقي شقالاتها نيك ما دحض الصومال ساس وينو أقادو إنه شقالية ولذلك قال هذا فيري قال هذا وحيابه إنه نغهر مريم حكم ذي أنك مسلمين توحنا له امتحانه كرسي أجعلناه قال هذا كرسي مجعله كرسي مجعل كرسي كرسي مسكول جناي ما مسكول جناي كرسي أنك مشكلتنا عرب عجم كل جن مكافين صومالي وكم تيجي كرسي قاس هداه وين لمنينا ولذلك إنك استوسها وسوى دليلنا أنا هاي قال أكو كمان إنك استوى لبده الحزب كان كوراي جيزكو مرا وزارة إنجليز كترينكا كتجاي مال ده ترينكا وأرسل صور صور ترينكا كتجاي ما حد عاي كرسي مرة بيو ما حد حدو وحوجي كرسي هدو أصو لالوش أما صفلو جلاي هدو أركو وحال كرسي وينه مرك مرة بيو مركب حواي وما ده صوصل حق علي ركي أو فرنسيس ما لحس ولا الرباح هاي أنا قلنا نينا وزير لو دواكن وحور وثقك هلا ما حد عي وزير والله ما هذا كوار ديال ولا ليه ومضوا عينا وحور وك الشيقة عد الرباح كرت ماله مركب مضوا حين الرباح وامر ما حد عي كرسي جعلنا أنا وحان أنا كرسي جعلنا ولا قبي بوس مركو مسلم قولاني مركو ساس قيري معاوية تتكعلي وحور دافو نيكا ويقانا مركز وحكويري وحور وشيقة ويقانا مركزه إنما أنت أجير استأجرك ربك هذا الغنم لرعايته ذات كان إلهي سبحانه أرجان إلهي رعايك قد يقول ساسا ما نقول فين أنت هنأت وحجر هدي أد مرك أد أد وما ليسين ذاتك كفي عنتي ماذا حوين اللي يقوله هاي أرتد وزير اللي يقوله أرتد وحول والله قيامها قد نسألك بكذا هذا قد كتلفون كفرين إن شاء الله هلو هلو ها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ شوف سولي سيتر بارك الله فيك أخي الحمد لله أخي وحربي سؤال يرنا في ويديو هاي وديتك صابسا وحاجرتي قف وأمانة بيتاجر ما فعلت أمانة قف العقي بيبت أمانة واقرت حلقوا إنك تبقى هاد لين أرماس أمانة ذاس هذا تي ومسوري ذا ودنا لك ونكسو قتمينا تنكلي إن شاء الله هاي هاي مكوي 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 يا وضع سؤال شاد مركا أمانة ذي قفكي إيدي باي إلها إلهو غاي قرقي دينا عانكاد غاي لعاك كالو عانيقا آن هايستو أمانة أهد أسيقنا العقل أهد تيسا واس دينا عاد غاي الله بضب قرقي والا جابسا دي عانيقا يوربتان لأي كنو الله قرقي والا جابسا دي لمن توقا جابسا دي العاك تيدي العاك تيسا بالله بضب والا غاتي iyo gabadha haaska wixii adiga guriga loo dhanay qaateen waa garte ninkii markaa wuxuu ugu soo istaageen iyo lacagteeda anigana business yaraas maashan ku haystay lacagteeda wuxuu yiraa niyo shaqadaada dhax gashatay lacagteeda dadkaas ma qaadan markaa waxaan dhahay niyo ilaahay ila og khabri ay sugaayo lacagtaada aniga meelna ma ka gelinna maashaas aan dhigay meesha la dhigay aan laga qaatay wuxuu ii soo istaagay lacagtii niyo waa ka raba ina iyo guddida ka raba ninkii qaybaan si almuhiim dad culuma la tashay marka wuxuu yiraahdeen lacagta sorta aasiisay hadii aad meel dhigtay oo lacagtaada itiis hal mar la isku qaatay macnaheedu ninkaas lacagta aasiisay waxa ku siisay yiraahdeen sadaqa ahaan ina u neeysto maana ilaahay sadaqa ka dhigan maana lacag bama kugu lahayn wax saasi yiraahdeen marka arintaas aan rabay inaad xogaa hadii ay garantay naam may wax culumada ay ku sheegan ninka aaminka amaanada haddu qofka asaga dayicin xooliin oo dhiib hadii aad meel ugu soo tagtay miis korkiisa iyo qofka amaanada lagu dhiibtay aad dayacdid waa soo gudeysa laakiin hadii meel fiican ku jirto guriga ku jirtay oo lacagtaada ay la xaday waxa kaliya inuu u cadeeyay qofka ina in la xaday ilaa dadka been sheegi karaan iyo laga xadin waa laga xad dhigi karaan ina tustid ilaa guriga marka la jibi boolis ay yimid wixii aqortay waxa soo kale waa yimid baasiga laftirkiisa dadku u horeeyay yimaadii ha nacam waxaas do arko damaan kuuma la runway lacagtaas si sadaqa la ka dhiga laakiin الآن نينك أمينك وحي هديك دمان وأسق وضيعين لا يضمن ضمان ملها وملو جذاب قفك لك هدو العقو هيسي مثلا العقو هيسي ليس أنت إيه على شأنك أنت أسق وهاينا خدمة هانا كعادنا أما دين أك قات مركز جذاب كارتا لك هدو وجد واحد مال إيدي كل جاي إيدي وجرجن أقولك تي أو تو جبص وحي دعان وحي كقولي ملها وحي أسق كلهم تدعم لما تنينك أمينك أسق كلهم تعلاقة
ولذلك مسألة داس أسيق لفتر كيسة وحوك الله صور دون ترنمان توغة وأسيق قرق أولاد دقنا شرع الآن وهاي وحير نيو لعقتها الميلان دقان لا هاي هذا دقنا نيو ما حق فقه شقر شارع هان حق مولا هنا وجودت مكاد يساستا إن شاء الله مركب ما وحا ويديستا ما هان باري العقا ويديستا ما هان بارك الله فيك لين عكلا لو قف كاسوا كاكو عنفليا لين عكلا الو 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 ها الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله وحن كا سو وعي ايتوبيا مغالده ججيغا واغر مغايغنا وخا ليرا هلال محمد عمر واغر شيخ لبا وحن ربي لبا سؤالات ان المارت ليغا جاهل بخيو تنكوات تنكو هذا حويان for example سكر لبحنايا سكدي وقت بعد وياي سي هذا شغوق ولا مشغول صن سكدي واد قوتي وحد سمي سي ضد كي مساكين تا لسين لها بعد يا شخصي بقوش شغوق رقاف مسكينة يا حاجة كنول يا شخصي واجب بيكون هذا نصيصه محيله وأنا قف لجرنا يو مر كايدا وحوي فاميلي جرنا يان قف كي بقوش زيدا يدا نيو يكرسي وحوي كسب أحد. هاي. أقول قاعد له أو شخص يجي حل لي مو إيماني مسويه. أتك واقع قوى وحير. يقول شيء أو يقول لي كاس. تعال سو. طبعا تحوي. سؤالش لو. ما سؤالش كواد وعطك واقع قوى. قفك واقع ورجي سوما زكدي. زكدي قفك واقع ورجي نما كده ما. ninki lo qofkii ugu soo dhiibay oo rajis halo waa ku maqlaa hadda sakadi ha marka dambaad qofkii iska aroorti waan markii salaada laga soo baxay kadib waan iskii soo waan ku rajisnay salaad sakati fitr miya sakadaa sakad furi qofkii uu ka sheegay inaan u bixiy oo ay keenay oo yiri dadka diriska waxa weeyaa masakiinta walaal iga geeyay waagart ها شيخ أصولي با ها شيخ سؤال بكوي ديني الله رالي كان نقضي هاي أمين دمانتي وحندوني شيخ وان وحكرت هوان هوان دوين أي تمها أي كنا ديسلان عم بيكو قر حسان وحكمل دوين كاسين الخال كتير تبرت آخر دي الإيوان كيس وحيلا كتير وانت شيخ دو ده لما رسن كريم كريم وكريم كريم دموع ما حلال بان سو حرام ما دو مر بع كريم وياه ولا مرسن كره فير وحيابها أو كجر أو ألكول هذا ورشة ذا مروي مركو على مرسن كره واحد ماله دي مقع كريم ووتو مقع كريم ووتها نعم سو إيش كلا شيخ وحويان صلاة كودر ذا واقرت وحاجة شيخ ومر متبلة كذا مرنا صدح على حليلي وتحيات كده حلو على قريبا مركز سيدا 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 نعم جزاك الله خير بارك الله فيك نينعك الألو ألو شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ سوري وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الله وسؤالود الله ودوا عن يقين سنة إن الدميان هدنا الربعين عن ذاتك فعل كاسم أي مقلان دنوب تعالي هذا يمد وقوه الرئيس وحاوائه meediyahan dadku ka dhigtay marafashinka in qofka la caayo in qabiilka la caayo in bilaayo lo galayo dadka dhageysta oo waqtiga siiya oo afar la tiga saacsan oo yiri wallahi waa ku fiicnayd haa oo jawaabay dhahay danuub ma kasoo gaareysa naam waxa soo gaareysa inna sam'a wal basar wal fuad ilaahi subhanahu sam'a oo ka bilaaw dhagaha waa xaraantaasi ku maqlaayaan iyo warkaasi faafinayaan waa qayb ka yihiin من دل بعد وح وح أنا قد مر هذا عن هاي وح وح أشيله أنن
dadka badanaa u qabin inay dambi tahay garba saara la isu soo qaadanaya guriga la imaana waxaa laga sheekaysanayaa qof kale hebel saanu dhahay kanay tiri waa hadlay wallaahi waa ku sugay aabba war iska daaya kaa tiraahdo wuxuu ku leeyahy maanaga xamanay maanaga wax ka sheegay waxaan xan waa idin xan rasu yadu marka waxaada waxaawa yaqiinta inaad u sheegto tiraahdo war sheekadaasi waxay tahay u sheegto shiiqa oo caddayso nacam baaraka allahu fiik ukhti ilaa khayra ku sii nacam ama masalada caayda islaamku waa naga reebay oo iida almuminiin ilaahi subxaana watacaala waa noo sheegay qolooyinka mu'miniinta dhibaayo waladiina yuminuuna yuuduuna almuminiina mu'miniinkii mu'minaadka dhibaayo ilahi subxana watacaala buhtaan iyo ithmi inay ku jiraan noo sheegay ilahi subxana watacaala marka waxaan leeyahay dhibkana noocyo badan uu leeyahay ceebaha la faafiyo haddaan social media dhibaata naga haysa aniga xalaqaan ka sameeyey cajaladan filayaa caayda iyo social media dhibka yaal waan ka hadlay xalaqadhan aan ka diyaariyey xadiiska youtubeka ninka gal waa arki kara xaqiiqatan soomaalida waa dhibaatana haysato qofka umumale inuu dimbaabayo warka waa lasii faafinayaa nin kale luu sii gudbinayaa mararka qaarkood qabiila laysku dirayaa mararka qaarkood markaa dad hogaanka waxaa noo qabtaba dadka oo faasiqiinta dadka hogaanka u qabtay maanta mataabici waxaa arkaysaa intaas qofaa cayaas dhageysa aa fiirsanayso wacdin waxaa arkaysaa inay dad yar ay fiirsadaan waa dhibka nahay waa ilaahay beri una weydi doono wey indhaha iyo basarka iyo waxaan ku fiirsanay dhagaha iyo gacantaa ku taabatay iyo waxa dhan oo kugu markaati furayaan marka faaxishadana waa la asturaa man satara musliman xataa ceeb haddaa aartina asturto waa inaad sawiradaa sii faafisid youtubeyada qofka kale aada usii dirtid aa forward sii tiraahid dimbiga kaasoo gaaray horeyna waan ka hadal ama masalada labaad oo ay sheegtan waa qaybada waa waa jasjas waa ummadda ilaahi subxana watacaala markuu ragga hadaya ayuha aladiina amanu laa yasxaru qawmin min qawmin qoom qoom kale iyo ku jasjasin qabiil qabiil kale ku jastay arkaysaa markaasuu qoomka iyadoo rag iyo gabdho ku jiraan iyo rag iyo dumarba ayuu walaa nisaa min saacasa an yakuna khayra minhun gaar usoo wacay maxaa wuxuu ogyahay ilahi subxana watacala dumarka markay meel isku yimaadeen xantoodaa badan inay xan ku jiraan mooga marka qofka xamanaysid salaadaadu qaadanaa sadaqada baxsan asaa luu qora maxaa yeel muflisaa tahay nabigu calayhi salatu slam wuxuu yidhi qof salaada badan iyo soon badan iyo sadaqo badan baxsaday ayaqeeda muflis kusoo baxay ajir la-aan maxaa dhacay dadku xama jiri iyo dadku caay jira ka qaatay ajirkiisa markaasuu naarta galaya asoo dhahay ilahay waa soo qab waxa leey maya ilahay caadil wey dulmigaaga dadki ajirkaaga marka adiga dad kale u shaqaynaysaaba marka khatarteeda lela xalaqo gaaran ka samayn doonaa insha allah dhinaca kale halow 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 asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekh si fiican mii maqashaa waa ku maqlaa haa sheekh waxaan rabaa horta inaan ku weydiiyo hadda dhalinyar dhowr aan ku fadhinaa meeshan barnaamijka life aan aragnay marka su-aal yaro hadda aan ka doodin aan rabaa inaan ku weydiiyo hadduu ilahay yiraahdo waa gartay sheekhow meel maaragtay jaamacad baan dhigannaa meel baan hadda aan ku xaraysanaa anagoo dhalinyaro dhowra dadka meesha maaragtay nala jooga 98% waa dad gaalaha ma garata waa gartay marka meesha maxaa la yidhahday dad gaala oo yaa nala dhigto oo meesha waan seexanaynaa waxa waaye maarat garatay cuntadii isku meel baan ka wada cunaynaa galaasyadii waan wada gelinaa marka meesha horta aan ku jirno qof ilaahay ilaaliyin baa ilaalsami kara ma garatay waa garta marka maaragtay zinada ayaa meesha waxay ka tahay wax aada u firi ah waa garta annaga alxamdulillah ilaahay waan ilaaliyey marka sheekh meesha barnaamij nidaam waxaa ka jira tusaale ahaan inta yare shan percent waa dadka muslimiinka intaana waa iska maxaa la yihahday waa iska magacuyaalo diintooda dad si fiican ugu arkmaa marka meesha nidaam waxaa ka jira la yidhaahdo guur tusaale ahaan gabadh baad wada hadlaysaan waxaad ku heshiinaysaa inaad 3 bilood ama jaamacaddu intay furantahay 9 bilood aada isqabtaan waa garta 9 bilood markay dhammaato waxa waaye gabadha waa kaa furanta waad furaysaa wax uurana ma qaadayso marka intaad jaamacadshiica maalin la degan xerada ya qolo shiica maalin la degan oo carab ah irono wallahi waa macquul laakiin de saa usii garan maayo nacam akhi arrintaas ahlusunnaha aan kuu dhammeeyo su-aasheedi ka horta waa taas bal nidaamkaa ka waran adoo zina ka cabsan inaad ku dhacdo waa garta nidaamkaas horta ka warantaa waa su-aasha koowaad rag dhalinyaro dhowr aan ku fadhinaa su-aashaa si fiican ugu fahay in badanna waan ka doodnay waxoogaa waa isku qaban waa garta su-aasha labaad waa mawduucan aad ka hadlayso siyaasaddan yaan ka hadlayaa adiga hadda waddan waxaad ku nooshay ingiriis oo waddan horumaray waddan maaragtay dhaqaalihiisu cirkaa marayo maaragtay nabadgelyo wax kasta ay ka jirto waa garta waddanka aad maaragtay siyaasaddii iyo diintii baa la kala saaray
adiga ma qabtaa sidii rag hore oo professora ay yidhaahdeen diinta iyo siyaasadda in la kala saaro? Nacam, ma qabtaa horta fikir noocaas oo diinta iyo siyaasadda in la kala saaro oo waddanka saar lagu xukumo? Waa kaaga jawaaba su'aasha, soo maxa su'aashaada? Yaa, waa kaaga jawaab. Dadka laynka ku jiro taas ma su'aashaada, waa kaaga jawaab labadaba. Hadda waxaad iga jawaab si fiican ma maqlin. ماي شرح رب أنا كاسي إذا حددك حتى أنا ظلم النار رب مكتوب مسألة ده فصل الدين عن الدولة وعرب أنا فكر كاسي مركهور هي مركز سؤالك السؤال كل ما قبته ماي كاب لقيس مركب برنامج هي أنت ده قدك كتير معناه وحاول جدا أما سؤالك قوات إسلام كأنا أهل الصنعة دارنا هاي زواج المتعة حاران وقتهن حديث النبي عليه الصلاة والسلام وابننا إن وقت يبنانه وجرت على كوال حرن تمي عمل خير لكن نقفك زين ذاك عبسنا يو فرق يقول ده حيمركش النكاح أو لغت وقت يلقوا حير ولا هاي سجال بال كيوده لو بالحرام وياك هاي اللي حكمة الزواج كحوي إنه دائم هذا وقفك الله بنا قفص إنه الله ذن قفها بالمثل من كرم إذا نولان كر نبملا لكن إن النيد أن لا أن لو جنتين إنه وقت لقوا حرام ولذلك لكن أهل السنة دانا وحان قبنا نوبنان وقلنا يردن إذنه إسكاقي إلالين كران إنه مدد إحددين أي رهان قبلنا أننا كحستيد إن إلهي سبحانه وتعالى أود داي سيد أرنتا زندن أكاقبت بادد حدو مركة آترتين أسوب بحدد أما جامعات أم حركة بحيث حقا أولاد أنا فرتين مركة هذيقو نك مركة هرنيد أكو كنتين إنا تفوري سيد لكن مركة حدو أكبقي سين أسوب بحدد أما أرنت إلمها وأسكي إلالي كنتا إلمها ما دام أو عبارش كجرتا إنها أصحابته عسلي زميجنا عسلي ومن ذو ذي بنانك وقدازين حتى لك قلبه على كين وحبه على حرتها وحسن أكو بنان تهاي إنه لك مرة ذو عنق على وش قالوا والسوري ذا لما أقوله أما هل بلا هذا ما أفر بلا ذا هذا لكن أنت هوري وأسكيل على إنكرتها مركا نيدا أسكاك عيارينه سيد الشيء على عملها النقانينا وإنا ترى هين قالي إنه الله شيء قبل يأذي كوه شيء سان شن بلا أصحابنا مركا سعدي نكاح حاروني نكان غلا لكن قبل أسكور سدا وحل هذا إلهي أردنا قدين هذه قال له مركا فرها دارت حتى نيتك كاغي جرتنا فوريس دب مالا عقدي يا لو شيغين او يا لدين مدداس اسقبينا كليه فرقي غاسون او دخي انا كان شيعه ان اما مساله ذلك لفصل الدين عن الدوله مساله مفهوم كذا قلدن حي الدين تا لو شيغايو وحي نظاميسا علاقه بين الرب وبين الناس الهي يا علاقه بين الناس حي الدين تين انا نبي عليه الصلاه والسلام و يري اتق الله حيث ما كنت واتبع و يري واتبع سيئه الحسن تمحى وقالق الناس بقول ديني تلبرني كنت انت دينتو وحكوها جاجيني سأذكي ربك على سو عبود لهيد سو على إيو على قدر دتك نيجد حيس مرك على قدر دتك نيجد حيسي وحسو جلس السياسة ده سو جلس مرك الدين ده مكمرنا مرك لكن ده أم ليان دتك مفهوم أو فصل الدين عن الدولة دتك ده هايو وح أم ليان إن كريستيان كنفتو قط هذا الدولة ده إنجليزا إيتري دينت إي دولة ما كلا صارنا ما ملكي أي لون عفدتك دولة ما هني ولا دينا كرك ما موش كنيسة وحير من مصامين كران وهي كنيسة سرب مصامين كلام. مرك مفهوم كسوة قلدينها وهذا. ملك الله صار يكر. ملك الله بحسنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال هاي. هر بني إسرائيل كان أنبياءهم تصوصهم. هو جانك وقابل جرتي. عيا ما ملك قابل جرتي. مرك نذت كده هايو. دين تي دول كل صار وحرب ولا تدين بناك اللي كانوا أي أي. وحس كم عملوني كلية. نعم. واحد قبطة واحد قبطة هاد تصوم هذا قا. دين اللي سكوا ما. ملك الله صار يكر. نعم. لما كوارسكم ما أمر كره نعم اسم الدين ده ين نبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلى بدنياكم يرى صحابة قصوا معمولين إن نبي قصوا معمولي وح اسديد ما أعرف لكن دتك هذا أوقفتين دينته إن سديتي كريش كتر كريشتنكو أها إنه وذاتك السلطة اللي هي وقولها يو وذاتك سائر المديد كرمي وذاتك على فيرنا نسك كهو أكوين مرك واحد دين تربطه وعلى الله قام كلام مرك مفهوم كدين تأسكوا خلاص صنعها تذكر أمة لي دين تين تاي سيتي باريق ولا تذكر أنا عفينا أنا يلي معه نعم لين عكلا لو هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اسمان حاج أخي يورم بارك الله فيك أخي أنا وحنا خلاص علي ما يرى بعدين لكن بس وحيرة لبعض حبوا من سنة ربعنا كويتي أخي هاي وامرت أقول رئيسة هذا ما علاش لقاها ما كاد يقول لك أنت هذا المسوق أنت كشط أستف عنه حاجة الحمد لله مريستا عدكم حتري ما قعدكم يقصوا قعدكم عدكم
adoo caloosha laga haya ama kaadi kugu dhiganta ama ilaahay kuma dhaqaada caloosha lagaaga dhigay haddaad isa mas-uul gasho aad si fiican u shaaji gudato alxamdulilah ma dhihi kartaa ذكرك مسخوش مايا انت مسخوش فديد مايا لكن الحمد لله الذي اذهب عنا وابصو ارورت حديث دعاء جرتو بعد الحاجه مسخوش كذب الله هايو الهي الحمد لله الذي اذهب عنا الاذى دبك الهي نك ساري عند عنتدان كو جرت على وشادي كاديد كو خير من الهي كاسو ساري انا كو جرت لكن وحالدي اديق حاجه غودنا ان افكار ذكرك كو قبت الهي اذا كما حسن ايغ سو ساري أبتمالو أخذي كرا أخذي كرتها ما شاء الله خير وأكلوا مثل سؤاشي كانوا ربعين أنكو يديو ودبدا قالوا لها جوقنا مصبولا النظيف هينا مربكة تاركو ذات قلي هذا إسكو فريني كاذي إستاك بكا كاذي كرتها إسكو فريني نعم إستاك والله كاذي كرا إستاك وحلو ديدي إن ماها إن وحوي إستاك مركز النجاسة كل ما aya lwaas kaadu soo boodi saluuke ku dhacay waso naqane musuqsho ku dhacaysa nabi wuxuu sheegay ninka jirkiisa kaadi i gaarto cadaab qabri leedahay amma ahaduhuma fa kana la yasbar min bol dadka markuu qabriga maray nabi kaleey salaam labada qabri wuxuu ninka kaadi iska madaahir jir dadka walaalika saasi culumada uu diidin baabul ihtiyada loo diiday in istaag laga kaadiyo laakin hadii laga amaan helo oo hada duruufta sheegaysa ay jirto ah qofka inuu nijaasad fariisan karin markaas la baas waa laga banaanta okay say ma sha Allah khair Allah tii waxaan ka warhay kala baa ku weydiiyo weesta ido ku dhawranta adoo qofka ajnabi alaab u diibaysay ama yaani wax ka qaadanaysa ama wax u diibaysay ku taabatay weesta ma haday asan ku taabato haday idin ku taabato adiga taaban weesta ma ka jabin haday adoo ku talagin aad taabatana adiga hada taabita oo qasid weesta waajib hata anta shaafi'i indana asaasa la miskeem al musku ala kala saara qolkaas markasto raay oo qol jirawi هذا أنا أقول كلا جل أن تابتوا في وسائل. أنا قف كذا هذا يسقي لاني سلعة قديمة جبر أو حكي كذا نيس. وإذا أكو تابتوا هو يصير أكو دورن تاي إن شاء الله. ما شاء الله بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عثمان وصولي وأبو سلام وعمر عبد علي وقاص الله يكفر أفريقيا. بارك الله فيك أخي عمر. برامج كذا ما أو حكوا تقفرتي مسؤولية. نعم. والله شيخ سوليو مانتا كله حقو براي بوشيد مكا حقو كفي فيت سوي ان هويوين سوماليات او الماء كما قيهين حقو مظاهرات ايا وحير ايغا صوبحي مظاهرات كاسو كتا افصان عرور ان هويوين كما قيهين اي مظاهرات ان حقو ير وحس لسياسي او حايغا صوبحي او مسؤولين تقاركو لغو افلغادين ايو فحيني شخص يالك الدنبين عمل الله ملايارين كاسا كور نعم نعم أخيو المسؤولية دي كجرتاتاس في السياسة دي وحال السياسي قرب إيمانيسا وحيمانيسا مركي حق لغا لحظة حق مركي لغا لحظة ننكس وحوقو قنبنا وعليه والي السياسي ما أنا انتا واقع وي هو ينكم هاي مجرتا عونن قيد عن بان إيه إيه يتلع عونن قيد مقاني أويسو ما دعيسو واقع عاجرة dowlad mas'uuliyadeeda laga raba ma aha wali dowlad hore laga raba hatta mas'uuliyadeeda wixii joogay mas'uuliyad cid kasta oo mas'uuliyad mas'uuliyadaas waxa qaaday hatta baarlamaanka hore mas'uuliyadaas ilaahay qiyaamaha weydinaya maxaa waxa raba ayaga shacabka ay wakiishay ilmaan qaadaliiri ala alqal fiiri waxaan wax adduunka dhan ay ka dhacdaa wax la inkiri karo ma waxa raba hooyo hadii maanta ay dowladda ay hooyooyinkaas inay wacdo ee xafiis la gasho ee meel ay ku jeereyso ee ilmihi ama video ka tosto ama wax dhacay u sheegto ama uu tir waxa ma dhaceen hadhowna waa la siyaasadeey imaan lahayn laakiin markii ay dawladda dhaga qabsato way istiraag waya wax ka qaaday wax ka qaaday ma dhig waa soo baxa dadka diiga Soomaali ku soo gala hadda ku Soomaali joog inta joog Yurub yimid maalin kasta qarwaana la yiri war ninka dhig galo ma fiiri masalada sahal ma in dawladda inay ilmihiin waa u dhinteen lagu tuumo oo dawladda wax easy ka dhigto aniga ay iska qabalaad xaqiiqatan war waa inay hadasho dawladda waa waxa lagu buush gareeyna waxa way wax sheega hadla afkaaga hadlayna wasiirno mal soo istaag macnaheedu ma waxas ma jiraa ma war aniga shacabka la hadlayna wala hadal waalidiinta la hadal isku yar cunugeeday taqaana magaciisa taqaana ayaga la hadal wacba soo u sheeg arinta mas'uuliyadda macnaa horta waxa weeye wax walba hay'aday leeyin dawladda macnaa markii macnaa qaf walba oo macnaa waadi walba oo macnaa cunug ka maqan wuxuu leeyahay horta dawladda system ay leedahay hay'ad walba macnaha
waxbay qaabilsan tahay hay'adii macnaha qaabilsaneed ee hadii akhi hadii waxaas ay qabala dadka soo mudaharaadeen aqliga saas uu ku shaqeynaa dadka ma soo run wala mala siyaasadeen wala mucaarada ka faa'iideysteen wax ka faa'iideysteen mala laakiin meeshaas dayac mas'uuliyiin anaga marka ma dhahayno waxaan hubin malaha man ku eedeyn dowladdu waxaan hubin ma ku eedeyn karno laakiin waxaan leenahay mas'uuliyiin ay saaran waan xasuusineynaa haddaad umalaysaan mas'uuliyaddaas inay iskaga faqanaysaa la iska aamuso ama inaad ku rugtid dadka kale aad tidhahay dadaa ka faa'iideysanaa saas ma ku dhacayso naf waay nafsa nabi cumar bin khataab wuxuu leeyahay waxaa la weydiinayaa dameer iyo awr ku dhuma jidka la weydiinaya uu qiyaama ilmaha maqan nafa maqan naf marka hadda ka horna waa ka hadla arrintaas maalin kasta markay soo naqato meela loo leexinaya waxaa leeyahay wax war labadan qof is haysta ama mucaarad ama dowlad is haysta waxba noogu jira anaga anaga hooyooyinkaas dhibaataysan waxoodaa rabnaa dowladday mas-uuliyaddooda qaadeen malaikay wax la maqnaan kara maaha wax caddeyna loo baahan yahay qaramadmoodu hadda sheegta la yiri soo maamal dhacdaas marka caddeyna loo baahan yahay marka caddeyntaas makaa furfurayso hebel hebel igu soo diruhay maaha inta dadka kugu diran horta dadka kasbaba adiga dadka qanci marka qancis cid cid kuu ku diraysa maale qadka telefoonka dhinaca kale halo ha halo ha عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن هاي يلا هذلي يا سعد يلا هذلي استوديو لايف اكو جرتا نعم قف كاس واك جوي اكو سلام يا شيخ بارك الله فيك اخي وحان قبي سؤال بان قبي هاي انا يا الهي با وعد ودا قلي واقر hawl marka igu taagnayd baan idhi ilaahay uu haddaad iga samato bixiso waxa weeye everload $10 baan masaakiinta ku sadaqaysan waa gar marka axwaashii sidii baan ka codsaday noqotay way hagaagtay marka sheekh biilashan aan dirayo ma noqonayaan sadaqadii ma ku dhex daray ma noqonaysaa mise gooni bay ka noqonaysaa gooni ka noqonaysaa waajib waa taadaas ku waa nadar aal ila nadar nadar weeye aas ku waajibis adaas ku waajibi gaara lagaaga rabaa biilkii hore aan diri jiray maaha maaha kaa ma kuma jiro waa biilal kale oo waa mid isku waajibisi waa kan aa baarakallahu fiik dhinaca kale asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu barnaamij ku dhawaada soo wac waa lagu siinaya insha allah lambarka naftiisa soo wac kan soo wac markuu barnaamij ku dhamaado dhinaca kale halow halo halo ha ashiiqo iyo xal diwan ya halo ha waa ku maqlaa aa ku maqlaa macnaha macnaha hadda soo qabaysayo haya tvga dhegaysanaysa aki tvga had dhegaysanin telefoonka hadal qofkaas waa ka go'a isagana dhinaca kale halo halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sheeko waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal ku saabsan dhanka zakada waa garta bimathalan zakada dadka markay dhiibayaan qaar waxaa jira tirsada bilaha miilaadiga ee aanan tirsanaynin bilaha islaamka waa qaldan arrintaas qalad wey marka waxaan rabay inaan ogaado qofka bilaha ol raba inuu tirsado maadaama qur-aanka in ciddata shuhuuri cind allahi ithna cashara la yidhi oo bisha la sheegay bilaha islaamka ay yihiin qofa wuxuu ku leeyahay dukaankan waxaan furay ama meeshan ganacsiga waxaan furay bisha december wuxuu ku leeyahay zakada waxay igu waajibaysaa december kale marka la gaaro maya akhiyow arrintaas fiiri ciddada gabar tirsanayso ciddada dalaaqa oo gabdhaha la furay ciddada oo asaayda zakada wax kastoo axkaam ah waxaa lagu xisaabaa bilaha muslimka maxaa yeeli waana kala dheeriyiin labada bil february 28 ku dhammaanaysa dadkan midna 31 ku dhammaanaysaa marka ma iskeeni karaan dadkan jahili ka yima runta waa in loo sheegaa marka ninka december yidhaaha waa loo sheegaa december 2019-kii ama 2020 bisha muxarab waxeed waa loo sheegaa waa taariikhda gadaala loo naqana islaam ahaan uu soo xisaaba kabacdu islaam ahaan ku bixinaa insha allah
قفك مركا دون نوع الزكاه كل دي بالزكاه اسمع عن صحه سامركا وقالت قال صحه كرا اخي قالت وي ولا صحه يا ساكوش لكن الزكاه مركا ايده وقت هذو قفك ساس وسنه كو مودو زكاه ساس وكو ديو زكاه ما لا فيرنا يا ما لها فيري حدي بلا مركز واس غراين مقتع بلا مسلم كي قال هذا مركا حدي هذا مركز ديسمبر 2000 كيو حسابي ديسمبر تاع هذا لو 2020 ديسمبر ديسمبر او 19 ولا قنا بش اسان كو هي ولو حساب هذا على ديسمبر تاع ام واحد غير بس كذا هذا معلومه كدمن دوب انت بدل واحد لي مره ادنا بحسيت معايله ان 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 تومكو معلومه ولا حسب مركز فرقي اسكورتا مركز اسكورده مركا ولا شيء على ام هور مري ام غدال مري هذا هور مري دب ماله واحد دب ماله او وحين قنيس اسا كذا هور مري كرت انت على غارين لكن هذا دب مر او دب مر يماد وادن باب قفقات لكن كذا وكا قد مت لكن وادن باب ان شاء الله ان شاء الله هي. نعم لنعك لو الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ يقول بقرا الله اساك والله هذا تليفونك قال صح ها ها شيخ شيخ سولي واكو سلام الشيخ بارك الله فيك شيخ وحنا بهال سؤال لان كو دي صلاه الشكر ده برك عند دكان ما سجود بسميه ما سوى لا برقعه شيخ ان صلاه صلاه الدليل صلاه سجود ما هذا بتلا صلاه شكر لا بركع وير هذا لك سجود الشكر اسك ديس اسك اديس وبرنت ايضا واديكو سجود اكو شكرني لكن دارت صلاه صلاه الشكر اما صلاه الحاجه وحاصو دن لا بركع وا صلاه الشكر اله دن خف ان على معنى لا بركع وا ان شاء الله لا بركع وا ما نو ها تشاك الله خير انعك لو الو وفقا سبحان فيلا يا تليفون قد يسن تي الو تي في قد يسن السلام عليكم ها وكم مره عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الو عليكم السلام شو وصل حالتك ورن الحمد لله اخي الله السلام عليكم وكم مره عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شو وصل واو في عنا الحمد لله ها اصبح مي مغلي ها سيف يعني تلفونك تلفونك يقدر يسخي ماشي وصل الحمد لله مركو مركو بقولك بقولك وما ادعي لها اخي تلفونك يقدر يس تي في كذا تلفونك كان مقرا تلفونك كان مقرا هذا لك جوجوين هذا لك جوجوين انا ندوه جاي يقعرس ندوه جاي يقعرس ان شاء الله تعالى وكسلام ندوه جاي يقعرس جزاك الله خير اخي الهي بارك الله بارك الله فيك ان شاء الله الهك وحفيد الامانه ننعك لو الو قف كاسن تي في ودغيسني اسغنا الو الو ها الو الو قف كاس واكو غوي الو 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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الو الو السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الو اخي تي في قاعد يسني ساعه تي في اسك داف ها شيخ ها الو نينعك الو 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 ها وكم اغلى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ شيخ ميا ها شيخ دوال الوي بن وي ها اه شيخ محمد بن ها هاي نكره واحد لا يبيه تي في قاداون يا اخي تي في قفكه وحان دير بكو سو عاه تي في يو داون تليفون قاي غرسو دينعك الهلو هلو قفكه سو اكو اسغنه دينعك الهلو هلو ها السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عندك كورو قاعد اخي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ها وحان كو يديره با ها علي جري وضع دي مره بلابو بلا جوجي كرميا والجوجي كرا والجوجي كرا
qof oo saaxiibti waxay ku dhacay waxay ku dhahday wada hadii bilaabi kartaa ma joojin maxaa waxba kama jiraan waa bilaabi kartaa waqtiga hartaa joojin kartaa okay su-aasha labaad aan ku weydiin rabo hadii lay aan janaabo qabo oo isla markaas aan kasoo qabayso haddana wax yar kadib uu xaajigay soo dabco haddana aan janaabo qabo maya qasab maa haddaa nadiif tahay biyacaad waa ku qabaysan kartaa su-aashaas ayaa u dambeysay wax haddaan qalda nafteedii shaydaan ay ka ahaata haddaan saxna towfiiqda ilaahay subxaanaka allahu bixamdika ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atuubu ilayh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh